خليني نرجع ورا شوية، ايه اللي خلاكي تتجوزي وانتي عندك 16 سنة؟ عادات وتقاليد البلد، العرف بتاع البلد بيقول كده، شايفين ان البنت، اخواتك، اصحابك، قرايبك، كل قرايبي وكل الناس في البلد بيتجوزوا صغيرين، كلهم كده. لما يعني فكرة ان البنت لازم تتستر بدري، ولا فكرة ان البنت ما تكملش تعليمها، ولا ليه؟ هما شايفين ان التعليم مش هيديلها حاجة جديدة، وان هي مهما اتعلمت في الاخر هتتجوز، وفي الاخر هتبقى في بيت جوزها، وهو ده هو ده مستقبلها. فتتجوز بقى من بدري وخلاص. اه، لكن التعليم ده اخر حاجة بيفكروا لما فيها. جم قالوا لك، مين اللي قال لك انت هتتجوزي؟ كلهم في البيت فرحتي ولا زعلتي ولا ايه؟ ما كنتش فاهمة حاجة، انا عايزة اكمل مدرسة، كان اقصى طموحاتي ان اعمل الواجب، اني افرح زي اصحابي والعب معاهم. فكرتي يعني امك شايله اكيد عبء كبير، طبيخ وكنس ومسح وبيت وعيال، الصوره دي جت في دماغك ان انا هسيب، ان اذا كان اقصى حاجه كنت بعملها هي الواجب، انا دلوقتي هعمل كل الحاجات دي؟ ما كنتش فاهمة كده، وما فكرتش في كده، ما خطرش على بالي ان الحاجات دي انا ممكن اعملها. بس لما اتجوزت ولقيت ان يعني معرفتش اعيش، والناس كلها كانت بتعايرني ان انا فشلت، وكانوا بيطلعوا عليا اشاعات وحشة في البلد، حسيت اني انهزمت، فحاولت انتحر. حتى في الانتحار فشلت. حاولتي تنتحري؟ حاولت، جربت، تنتحري ازاي؟ حاولتي ازاي؟ قعدت اشرب براشيم ومش عارف ايه، ده أدوية. اه حاولت اموت نفسي، اخنق نفسي، اي حاجة برضو مش عارفة. جربت مرة اقطع عروقي برضو، ما موتش، ما فيش حاجة عملتها ونجحت فيها. لما روحت الجامعة وقررت ان انا ادخل الجامعة، كل قرايبي قالوا لابويا لا ما تدخلهاش الجامعة، الجامعة عالم مفتوح، وهتدخل الجامعة وهتبقى مش كويسة، وهتتعرف على شباب وأخلاقها هتنحرف، وإحنا ملناش غير شرفنا. أنا كنت عايزة أثبت لأبويا عكس الصورة، بنتك هتدخل الجامعة وهتشرفك وهتفتخر بيها، وهتقول يا ريتني من زمان وأنا كنت سبتها تكمل تعليمها، ما كنتش جوزتها. ولما دخلت الجامعة يعني أنا زمايلي ما عرفوش أني اتجوزت قبل كده واتطلقت، كنت بخاف أحكي لهم، لا هما كمان ما يقبلونيش وما يحبونيش. ولقيت مؤخرا بعض زمايلي عرفوا، ولقيتهم بيبتزوني ويستفزوني. ليه؟ أنا دخلت الجامعة ونجحت، وبرتب على دفعتي، وباخد مراكز في الأنشطة الثقافية، انا سنتين ورا بعض واخده مركز اول على مستوى الجامعه في المقال. انت عندك كام سنة يا شيماء؟ 23 سنه، وابنك عنده كام سنة؟ 7 سنين. 7 سنين. لما اتجوزتي وانت عندك 16 سنة، بتقولي لي انا فشلت، فشلتي ليه؟ ما هو مش عارفه حاجه، مش عارفه يعني ايه مسؤوليه راجل، مش عارفة يعني ايه ادير بيت. انا دلوقتي لو اديت لحد مؤسسة وقلت له ديرها، هو ما عندوش خلفية عن المؤسسة دي ومش هيعرف يديرها، الطبيعي ان المؤسسة هتقع ومش هيقدر يسيطر عليها. هو حقه ان هو يتجوز واحدة تبقى عارفة يعني ايه بيت، يعني ايه مسؤولية، يعني ايه زوج، يعني ايه متطلبات اسرية. انا ما كنتش عارفة حتى الحاجات دي. العلاقة الزوجية محدش كلمك وقالك هيحصل كذا، انت كنت طفلة. انا لحد النهارده فاشله في العلاقه الزوجيه، ما اعرفش عنها حاجه، يا دوبك حملتي وخلفتي. بس هما ليه بيقتلوا طفولتنا؟ هما ليه شايفين ان البنت عار عليهم؟ هما ليه مش مدينها الفرصه انها تنجح؟ ليه دايما بيقطعوا في مقاديفها؟ ليه؟ عندك اخوات؟ اه، ولاد وبنات.